دلالة كبيرة ونوع من المعرفة، وربطنا الاسم معرفة الأسماء بمعرفة الأنساب ومعرفة البيئات في السودان. وصلت بعض الرسائل البريدية واتصالات شخصية وتلفونية إنه الناس يتوسعوا في هذه المادة، مادة الأسماء. وأنا ذكرت في الحلقة الأولى إنه الواحد في برنامج أو في حلقة أو حلقات لا يمكن يستقصي كل الأسماء في البيئة السودانية، ولذلك مثلنا ببعض الأقاليم. ليلى يسعدنا إنه يكون معانا رجل عزيز علينا كلنا، الأستاذ الطيب محمد صالح أحمد أو الطيب صالح، الكاتب السوداني أو الكاتب العربي، ونحن نخجل التواضع ونقول الكاتب العالمي. أنا طوفت في أفريقيا، ما رحت في محل إلا سئلته من الطيب صالح، وربنا يبيض وجهه وقد بيض وجه السودان. الطيب صالح من أسرة سودانية عريقة ليها مساهمة كبيرة في تركيز الثقافة السودانية. الأستاذ الطيب صالح ينحدر من الأسرة السودانية المعروفة الركابية، وهذه الأسرة السودانية الركابية لها فضل الريادة، ريادة نشر القرآن وريادة الفقه. يعتبر أول رجل من الناحية الرسمية ورد الأزهر وأخذ الشهادة العالمية الشيخ إبراهيم البولاد من الركابية، ولها الفضل أيضا في حمل أعباء الطريق الصوفي والتربية الصوفية، والشيخ تاج الدين البخاري قال في كلمته المشهورة خطبة، قال في منطقة دلوت بنور رفاعة، أعطى الطريق لمحمد الهمير ابن عبد الصادق الركابي، فقال للسودانيين في الزمن ذاك عبارة مشهورة، قال لهم تعاينوا للولد ده، تعاينوا للولد ده مثل ما كنتوا بتعاينوا لي، وأنا ما جيت لي درس النار إلا من أجل الولد ده اللي هو محمد ابن عبد الصادق. نحن بنفتكر السودانيين الإنسان الأسر التي حملت لواء المعرفة وأسباب المعرفة. عندنا تعبير بنقوله دائما، البركة ما بتدخل القبور، البركة تورث والعلم ربما يورث. فأستاذنا الطيب نكتفي بهذا التعبير، إلا إذا كان عبد الوهاب موسى زميل الدراسة وزميل الشباب إلا إذا كان عنده إضافة. نرجع للأسماء طوالي. أنا أبدأ بأذكر حاجة خليها مدخل. عندنا في شرق السودان أسر، وده ما تطرقنا إلى هذا هذه الزاوية. الأسماء عندنا يعني هو معروفة، كثير من السودان يعرفوها، لكن الغريب فيها في أسماء جملة مفيدة، الاسم يدل على صفة، لكن في زاوية في شرق السودان وما دار أذكر القبيلة الناس يعرفوها، في أسماء بالتصريف يسموا الولد الكبير سليمان، البعد سلمي، الثالث سليم، الرابع سلمان، الخامس سليم. السينات دي طاردوهم محل ما يروحان، ولا مسكوا البنات راضية مرضية، رضينا رضينا رضا، حاجة بالشكل ده. دي أسماء منتشرة في شرق السودان. أيضا من الأشياء أظن أن ما ذكرناها مسألة الألوان، السودانيين ما خلوا حيوان، دي ذكرناها ما سموا عليه. الألوان الأغبش والأصفر والأحمر والأبيض والأزرق، والعجيب إنهم يصغروا كمان ذاته، تلقى إزيري من أزرق وأبيض ويبيض، والأحمر وناس حمر وناس الحصيحيصة وهكذا وخضرة. طيب حبابكم عشرة، أنا ما أعرف الكلام ابتدي من وين. الأستاذ الطيب
اولا في طبعا استاذنا حسب الرسول سلمان، يعني انا متاكد ان هو غني عن التعريف عشان كده ما ذكرت اسمه. نعم. اولا يا اخوي انا اشكرك على الكلمات الطيبه دي، وما كنت اظن ان اني ازعم لنفسي يعني حسب او نسب، واذا كان في عرق بركه الحمد لله، لكن انا خليط من سلالات في العونيه والبذريه واشياء اخرى. على اي حال يمكن الوقت بدري، انا كنت عاوز اجركم للاسماء في الشعر العربي مش في السودان، لانه اسماء الاماكن والناس في الشعر العربي مشحونه بدلالات شديده جدا. يعني لو اخذت مثلا منى في الشعر العربي، منى استعملوها كثيرين من الشعراء، ودائما تحمل شحنة قوية جدا لمجرد ذكر الاسم. وأقول لك على سبيل المثال، يعني لو سمحت لي، منى استعملت استعمال بديع في شعر قيس المجنون، وهذه أبيات مشهورة سمعتها في موريتانيا في بلد اسمه المزرزرة قريب من نهر السنغال. انت شفت موريتانيا؟ نعم. دار شنقيط. هاي. وكانت تغنيها امرأة تسمى منينة، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. الأبيات مشهورة اللي بيقول فيها: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فجدد أشجان الفؤاد وما يدري، قال دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلي طائرا كان في صدري، دعا باسمها لا أسكن الله دمعه، وليلى بأرض الشام في بلد قفري. ونخلي الكلام لأستاذنا عبد الوهاب. طيب عبد الله، أظن نحن بعيدين من مستوى المعارف والحفظ، أنا ما بقدر عليه، لكن زي الناس عارف عبد الوهاب هنا على أساس صلاته بالتراث الشعبي، ولذلك إذا أنا خرجت من الإطار بتاع التراث الشعبي يمكن أعاتب وأحاسب من المشاهدين. أرجع للأسماء، والحقيقة الواحد لما يتأمل الأسماء يجد أن الاسم يجوز يكون الإخوان اللي تكلموا قبل كده تحدثوا عن كونه هو فعلا دلالة وعنوان زي عنوان الجواب، وأنه بداية الاتصال أو مفتاح المعرفة أو وسيلة من تواصل وسائل الاتصال. من طرائف الأشياء، واحد مرة عمل بحث طويل جدا في الأسماء أو الإشارات اللي بيعشروا بها الناس لبعضهم البعض لما يكون ما عارفين أسماءهم. فعاوز أنتقل بكم إلى المرحلة بتاعة عدم الأسماء أو عدم معرفة الأسماء في السودان. حتى عدم الأسماء كان له قيمة كبيرة جدا جدا، والتزم الناس يتحركوا فيه كيف. الأدب السوداني، الأدب الجم، أدب التعامل بتاع الناس في السودان خلاهم من الواحد يلاقي الغريب بيقول لي الأخو، في مؤكد كلمة الأخو دي زي كلمة السلام عليكم، معناها نمرة واحد انت تعاملت معاه كأخو. فده في الواقع زي ما بيقول ناس الجيش يمكن ده كلمة الأمن أو الأمان. الأخ يمكن مرات يقول لي يا أخوي، والإضافة دي إلى المتكلم مهمة جدا، برضها قربة أكثر من الأخو اللي هي مبعداه شوية. العم بعيدة، عمي أقرب، عمي حسن أقرب منا، برضو الإضافة بتاعت عمي إلى حسن واحدة من الأشياء المهمة جدا جدا في التعامل والدلالة بتاعت أنه إنت إلى أي مدى الشخص ده بتحترمه أو قريب منك أو حاسي بصلة الوثيقة بك. هذه الدلالات بتاعت المنادى من بعيد طبعا ممكن يقول يا زول، يا زول دي طبعا أبعدته جدا جدا،
دلالة بعد، لكن الأخو أقرب منها، أخوي أقرب من ديك، لأنه كمان نسبت لك بالإضافة دي. بكل أسف بلاحظ الوقت الناس زي بدوا يتحللوا من هذه التعابير ووسائل الاتصال والمناداة. يعني تجي فايت زمان الزول الولد الصغير بيقول لك يا عمي، دلوقتي ما بقول لك يا عمي، قبل مدة بدو يقول لك يا عم، اللي هي عمنه معناها خدتك على الأقل بمستوى عم كويس مرحلة. بعد شوية سموه يا عمه، يعني عم واحد، بقت شوية أبعد من يا عم. تاني سموه يا عمك، تجي فايت يقول لك يا عمك تغسل عربية، يا عمك تمسح حذية، تبتدي تحس بأنه استعمال شامل، الحتة شوية شوية أبعد. الناس قاعدة يستعمل في غياب الاسم، أظن أنه قالوها من جدة ولا من مكة، يا حاج. طبعا هناك السعوديين في جدة في مكة بعدم معرفتهم بأسماء الحجاج طبيعي وسيلتنا الأولى يا حاج يا حاجة. دلوقتي في السودان الناس قاعدوا بالإضافة إلى حاج وحاجة قاعد يقولوا يا شاب، أرضها بعيدة. ويمكن أحيانا بعض الناس ما يعرفوا كلمة شاب دي بيستعملوها منه، كلمة عم وشاب ما فيش، ومشوا إلى مراحل أنه يعني بدل يا حاج، وبدل زمان كان يا عم ويا عمي ويا عمي فلان ويا عمتي، يمكن عمتي أكثر من خالتي، يعني المخاطبة كانت يا عمتي، والعمة بالتأكيد في العرف السوداني أقرب من الخالة النسب بالأبو. بكل أسف دلوقتي زي شوية الحتة دي مشت متناقصة، يا شاب ويا ابن ويا ولد، الناس تباعد بعضهم. الأسماء بالإضافة إلى أنها عنوان للدخول، بمعنى أنك لما تجي تسلم على أخ حتى بتعرفه قبل كده زاملته في دراسة، يكون اسمه راح منك، تجنب تمسكك بقت هضربة ما معقولة، تقدر تسلم عليه والاسم يمشي ويجيك، خصوصا انك من الناس الزيانة اللي الاسم بيطير منهم بسرعة، تأخذت خمسة ستة أسماء تتلم في الزول، يبقى الاسم ده هو المفتاح لعلاقتك، وإلا بتكون فعلا سلامك مهما تكركب وتصوصي وكل الأشياء إنت ما عرفت الزول لأنه ما نادت باسمه ناحية دي. فالاسم من الناحية دي قطعا مفتاح لأشياء كثيرة. الاسم بكل أسف أحيانا استعمل استعمال صعب ومزعج واستخدم للإساءة، استخدم في الإساءة في العرف السوداني بطريقة، يعني طبعا ده تراث وده ناس عاشوه، لكن واحد عاوز يكيد ليه، يعني داير يغيظ لي زول ولا داير يطاعن مطاعنة وتشويش، يقوم يجيب ليه كان كلب كان حمار كان يا حاجة من حمير ويسميه، داري يسمي ذاك كباب أو حرامي، يسميه لفاح خاصة الكلاب يعني لفاح هوراب، يعني داري ينبس ذاك في اللحظة يجي كورك للكلب بتاعه في اللحظة اللي ذاك بيسمع. النسوان برضه هنا حاولا يعمل نفس القصة بالنسبة لبعضها، واحدة تجيب لها كلبة وتسميها مزغولة، وقصدها الطاعن جارتها لأنها عندها تيلة ولا عندها ذهبات مزغولات، دايرة تقول لها يعني ذهبك ده مش إنها ذهب ما مزغول، أو دايرة الطاعنة بأنها يعني كليتانة، تقوم تسمي الكلبة كليتانة. أنا ما أقدر أتكلم في موضوع الكلاب لأنه الرجل الخبير في ده هو الفرجوني يكون عارف القصة دي كلها ويتبرع فيها. في أسماء أخرى طبعا فيها التفاؤل، يعني درجة الناس في السودان العوائل الكبيرة المتسعة بسمي أسماء جميلة سمات التفاؤل وبعضها مباهاة. التفاؤل يقول بأنه مثلا فضل واسع فرج قريب، ده كله تفاؤل. مرات فيها تباهي سموا العزوهات والرهين ضله وحاجات بشكل زي ده.
يعني كان بعض الناس يسموا أطراف ونطراف العائلة بأفكار بكل أسماها وكذا. فرب العشيرة عاوز يوري بأنه راجل رب عشيرة وكبير وكذي، فبتجي لحظات يبتدي بقت يباهي بالمنادى دي. عندنا واحد خال لنا كان بيحاول يسخر من القصة دي، هو راجل مسكين ساعي على نياته، ما عنده رزق ولا عنده أي حاجة، لكن أحيانا يعمل تمثيلية شخصية، وباخر الليل كده بعد الدنيا ما راقت تتعشوا الناس وكده لكن سامعين لسه، يخلي فراعه في عن قريبه ليل كده ويبتدي يكوري: يا فرجو قريب، العز وهاب ما جات لي هسه؟ وين الرهن ضلوا؟ الله معانا وينه؟ السعران فضل واسع وين؟ يبتدي بقيت يجيب اسماء وليدات واطرافه كلهم وبكثير جدا من الود، يعني هو بيتفاخر، لكن الأسماء ذات فيها دلالات التفاخر وفيها التفاؤل، لكن فعلا فيها كذلك هذا النوع من التعبير. ما هذا رطيل مجال ده؟ طيب غير. أحسنت. بس ممكن أضيف أنه أنا طبعا مش أخصائي في الأسماء السودانية. والله إحنا بالمناسبة يا أستاذ أنا قاطعك تسمح لنا الأستاذ الطيب صالح، إحنا اتصلنا به والنقطة دي بالذات مسألة الأسماء، يمكن ما في كاتب سوداني استعمل الأسماء السودانية بقدر ما استعمل الطيب صالح، وده كان المدخل لهذه الحلقة واتصالنا به لهذا السبب. يعني كل أسماء، والرجل رغم أنه عاش في حضارة وأطلع على حضارات وعاش في أوروبا يرجع للأسماء السودانية: سعيد وعاش البيتات القوة كمان اللي اسمها الخلون الناس ها والدرواسي والمريود وحسا دخل فيها بندرشاه وأستاذ زين. احنا جايين لك ليه؟ انا كنت عايز اضيف لي أيوة. بصفة عامة مش عن الاسماء اللي انا اضفتها، لكن السودانيين مثلا بيسموا اسماء شيعية، في ايضا بالاضافة الى ما انتم ذكرتم في اسماء سنية واسماء شيعية. افتكر يعني مثلا اسم الطيب لا تجد أبدا في الشام، نحن ناس سنيين لكن ولائنا لآل البيت يكون شيعي، فتلقى اسم الطيب، أسماء العراقيين يسموا المهدي، يسموا عبد الأمير عبد الحسن وهكذا يعني. لكن الأسماء تحب أنا أتكلم لك عن الأسماء اللي أنا دخلتها؟ أي إحنا بنجيك على هي ذاتها غاية في حد ذاتها، معناتها شنو استخدامك لها، الزوايا اللي بنجيها تاني. أنا قبل ما أمشي لحسبه بطلب من الفريوني عشان يحرك شوية، بعض المشاهدين بينعسوا كده بينودوا. إحنا عسنا لا آسف لا بيدوروا يعني بيكونوا مخلين بالهم. الفريق طبعا عنده فقره حيتكلم عن اللي هناي عن الاسماء القفر بس بتاعت عربه. خلي المحلات الثانيه. مركز الضيفان عايب الكريم المسند الضعفان رباي اليتامى ومركز الضيفان عايب الكريم غني وشكري الليلة يا هنيا فارس
حسن حمر عينه زين أخو بنيا لله وما دفك خير وما شوية إيدو تملي تدفع معها ملوية عالطيب الإلوف ما بدي بالمية وبحد ما الزمن نار الكرم حيا عايبن الكريم البارح صحيت بعد المساهر نام بعيني بشوف برق الكرم قدام سايق الخير كتير هاطل سحاب وغمام بزنيت في الضعاف وبربي في الايتام اسمك عيسى يا قشاش دموع الهام كم حليت كرب فرجت امرنا هام عاجبن الكريم غني وشكري يا خدرة الليمون صيد الرجال ما بينقدر بالهون يا الحر المعصل يا ذهب شيبون يا ضو الرفاق للعروض مامون سموك اللزوم يا القاطع المسنون قطايا الغرود اللي الفقر صابون عاجبن الكريم مما قام صغير ما بيمشي في الفراغ الجار والعشير والدغري في الحبات ستار العروض اللي بيرفع الوقعات صاين عرض راخص ماله لشكرات داب الكركرة أسد الخلاب عاجات مطهور يا المشكر للبلية جات عاجبن الكريم تمساح الدرى الحجر ورود القيف يا نمر الفروع في الغابة ما كطريف يضل الضليل الفيها جيرت الصيف للرايدك ما حنو للمعاديك سيف يا شدر الهنا الشايل السمر والليف حق الشكر صح عيسى اللي بيتم الكيف عاجبن الكريم غنت لك بنيت روبة تودا قالت عيسى عقدا جال علين هدى لك تنت غناه وحالف بشهودا قالت عيسى فارس الحامي بارودا قالت عيسى يوم الجل برعودا بسبيت كالجبل والله ما بحودا عاجبن الكريم غنت لك بنيت موجت ديسا غنت لك سعاد ودرب لخيسا
يا الخيل الكرم عندك وقف ميزان، يا ضوء القبيلة الحق دوريزا، يوم تجل الرجال الحربي ليزا، الباقي النجوم إلا القمر عيزا، الباقي النجوم الباقي النجوم إلا القمر عيزا. سمعين النجوم إلا القمر عيزا، عجبين النجوم إلا القمر عيزا. عجبين الكريم البسند الضعفاء، رباي اليتامى ومركز الطفال، عجبين الكريم. Yeah.